شكرا للكباتن، شكرا الكابتن مشعل عبد الله، شكر موصول الكابتن ابراهيم الغانم. المواجهة لطالما كانت مواجهة من العيار الثقيل، بيئتنا أمانة فلنحافظ عليها. يوم البيئة القطري الذي يصادف يوم الغد 26 من فبراير. مشاهدينا الكرام، متابعينا، أكيد من خلال هذه الليلة أن تصنع لنا الفرجة والمتعة في قمة مباريات الأسبوع الرابع عشر لبطولة دوري نجوم إكس. وإذا الصافرة أتت مشاهدينا الكرام معلنة عن بداية وانطلاقة الشوط، لينتصر بهدفين مقابل هدف، ومعذر والمرخية انتصار بهدفين مقابل لا شيء. لمعذر انطلاقة، الكرة عرضية في هذا المكان والرأسية، لكنها ضاعت من المعز بعد كرة عرضية من فيليب كوتينيو. المتابعة، إمكانية بطاقة حمراء في آخر الدقائق في شوط المباراة الأول بعد هذا التدخل على كيم، وبطاقة حمراء إذا ما ظهرت فأن ويشر البطاقة الحمراء. يا الله، بطاقة حمراء. العربي سيلعب منقوص العدد، سيجل في مرات عديدة. كرة الآن لصالح دحيل، تنقل طويلة، المعز في هذا المكان، الكرة الآن لدحيل، هدف المباراة الأول لدحيل. لا وجود للراية وللتسلل، وبالتالي 1-0. هكذا تأتي البداية مشاهدينا الكرام لهذا اللقاء. يسجل إبراهيم ديالو ويتقدم الطوفان بهدف مقابل لا شيء. هل سيتمكن النادي العربي من أن يعود؟ ذكر في الدقائق الماضية مباراة من الصعب من أمامه بتعود عربوية. سيمو يحتفظ بالكرة، يسقط والكرة تبعد، راحت للمعز. الله، راحت للمعز يعني تروح للشباك، راحت للمعز يعني تتحرك شباك الخصوم. الله على المعز، بطلقة تتحرك، راحت للمعز يعني الشباك تتحرك. شوف الإعادة، شوف التمريرة، شوف القدرة على الإنهاء. هذا هو المعز في هذا المكان وفي هذه المنطقة. باليمين ماشى معاه، باليسار ماشى معاه، حطها بكل ما يملك من قوة، وأعلن من خلالها عن تقدم الطوفان بهدف المباراة الثاني. 2-0. إبراهيم ناصر، كلا، الكرة تعود من جديد للخلف لصالح النادي العربي الذي يبحث عن تقليص الفارق في هذه اللحظات. الكرة ما زالت أمساكني، الكرة معاه، يبحث عن من أعادها لفتحي. أحمد فتحي يسدد كرة، الله، العزيز لم يخسر بعد، فريق الأحلام لم يرفع المنديل بعد عن طريق قائده أحمد فتحي. شوف التمريرة، شوف يوسف المساكني في هذا المكان، باليمين قوية باليمين صعبة. العربي يقلص الفارق ويقول لم نخسر بعد، لكن الله على التمريرة من يوسف المساكني والتسديدة القوية جدا من أحمد فتحي الذي ينجح في أن يسجل هدفا يقلص به الفارق لتفرح جماهير النادي العربي. وهي الإعادة، قد كان قريبا، وهذه الكرة اللي كان فيها لمسة يد على اللاعب لوكاس فيرسيمو. هكذا كان هذا اللقاء. السومة يتقدم، ركلة الجزاء، عمر السومة، أبو خطاب عند القدرة أن يطرق كل الأبواب. العربي يعود للمباراة 2-2 بكامل الإثارة، بكامل المتعة، بكامل الجنون، بعشرة لاعبين ولكنه العربي. هذه هي قيمة الكبار يا عرباوي. هدف التعادل يأتي عن طريق عمر السومة من نقطة الجزاء. أبو خطاب عند القدرة أن يطرق كل الأبواب، يطرق بجافين، يتصدى لكرته.
وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام، القمة تنتهي بالتعادل الإيجابي 2-2، كانت متوقع لها بأن تكون بهذه الإثارة.